صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله همسات رمضانية. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد في كل عصر شرعه متجدد، ملأ الوجود محبة ومودة، فهو الحبيب لأمة تتفرد. أرسلت في أذن الزمان أرسلت في أذن الزمان أرسلت في أذن الزمان رسالة بخطى الثبات دويها يتردد. فلينبذ الإنسان لوثة شركه، أحد هو الله الذي يتعبد. شرك وظلم واستلاب حرائر، تبا لعقل في الرذيلة يرقد. ألفت من شمل القباء تسمو بتوحيد الإله فتقصد. يا هذه الدنيا أتاك محمد، ذاك الأمين من السماء مؤيد. لا فضل بين المسلمين لعرقهم، فالفضل في التقوى لمن يتزود. هذه خديجة نعم الزوج، تدعمه بالحب والصدق والإخلاص والكرم. أنعم بسيدة في حسن عشرتها، قد خففت عنه ما لاقاه من أزم. هم الصحاب فلا تعجب لمسلكهم، أمانة الدين أغلى من ذوي رحم. فبلال الحبشي عذب طائعا، فالله يرجو فا
فاستهل يردد: الله أكبر الله أكبر، تملأ الدنيا بها. قد عز من بصلابه يتجلد: يا موكب النور في ليل يفرقنا، كن المنار لنا في أزمن دهم. يا موكب النور في ليل يفرقنا، كن المنار لنا في أزمن دهم. في ذلك العصر كم تاهت مراكبنا، في لجة البحر والأمواج كالحمم. في عصرنا اضطربت أحوال أمتنا، ما بين مفترق منها ومنقسم. طه صلاة الله مني سرمدا، طه صلاة الله مني سرمدا. ثم الصلاة عليك يا نجم الهدى، الصلاة والسلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتحلل بها عقدة ألسنتنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. يا رب يا رب،
طال الرجاء في ساحة دعائي، طال دعائي في ساحة رجائك، أطلب العفو منك يا إلهي، فاعف عني وأنت للعفو أهل، وأقل عثرتي يا رب وخفف بلائي. يا رب أنت حسبي، يا رب أنت جاهي، يا رب لك الأمر يا إلهي، لك الأمر يا إلهي، يا كريم يا كريم أنت الكريم حين أدعوك، يا مجيبا لدعائي. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم اغفر لي ذنوبي وإسرافي في أمري، لي ولجميع المسلمين. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. أستغفر الله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر لي وعافني واعف عني، اللهم واهدني إلى صراطك المستقيم. اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم قد أنزلت بك حاجتي، اللهم إني قد أنزلت بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف علمي وعملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الحاجات، أسألك يا شافي الصدور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن فتنة القبر، ومن دعوة الثبور. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن حمدك، ودوام ثنائك، وبرد عفوك، ولذة مناجاتك. ونسألك اللهم أن تجعلنا دائما في كمال عبادتك، ودوام ذكرك، وتدبر آياتك. اللهم اجعلنا ممن يتبع نبيك ويحكم آياتك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حفظ حدودك وتقديس حرماتك. اللهم اجعلنا ممن يعظم شعائرك وشكر آلائك. اللهم امنن علينا بمغفرتك وفيوض نفحاتك وبركاتك ورحماتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الممات وعند الصراط. اللهم اغفر لنا إذا وارانا التراب، اللهم اغفر لنا إذا ودعنا الأحباب والأصحاب، اللهم اغفر لنا إذا صرنا تحت الأرض، اللهم اغفر لنا إذا نودي باسمنا يوم العرض، اللهم اغفر لنا إذا وقفنا للحساب، اللهم اغفر لنا وكن معنا إذا تطايرت الصحف، اللهم اغفر لنا وكن معنا إذا نادى مناد أن يا أهل الجنة إلى الجنة،
اللهم فاجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك،
واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل، بالأمس جئت فكيف كيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب، وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد، قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل؟ رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل، حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي، من قادم الأيام أم نتقابل؟ فالقلب غاية سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفكرات لنكتمل بالمعرفة. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.